مايا رحال من ومضة، معنا اليوم لرائد أعمال الأسبوع زياد سنكري من شركة للتشخيصات القلبية اسمها كارديو دايوغنستكس، هو المؤسس الشريك. خبرنا شوي عن كارديو دايوغنستكس. كارديو دايجنوستكس او شركه التشخيصات القلبيه هي عباره عن شركه تكنولوجيا في مجال الصحه، بتعمل على تطوير وتسويق تكنولوجيا متطوره تعنى بالصحه القلبيه. التكنولوجيا بتساعد مرضى القلب على مراقبه حالتهم الصحيه خارج المستشفى، خارج اطار المستشفى ولفتره طويله. التكنولوجيا عندها القدره ان تكتشف حالات مرضيه معينه كالاضطرابات القلبية أو الكارديو كاريزمياز أو كالإسكيميك بروبلمز أو تضيق شرايين القلب اللي ممكن تؤدي إلى الجلطة القلبية وتؤدي إلى الوفاة. بحالة اكتشاف مشكلة من هالنوع ممكن تشكل خطر على حياة المريض، التكنولوجيا تبعتنا أو الأجهزة تبعتنا بتقدر ترصد مكان وجود المريض وبتبعت لنا لاسلكيا رابور أو تقرير مفصل عن حالة المريض ومكان وجوده لمركز مراقبة متخصص. هالمركز بيحلل هالبيانات وبيقدر يحدد مكان وجود المريض وبيرسل له المساعدة الضرورية لإنقاذ حياته. شو اللي شجعك لبناء هالمنصة؟ الانسبيريشن أو الدافع بدأ بداية وقت فقدت والدي الله يرحمه بالجلطة القلبية. هالشيء شكل مثل صدمة علي. كان عمري 17 سنة وقت قبل ما أبدأ دراستي الجامعية، ويمكن تحولت هالصدمة لدافع إيجابي لحتى أتخصص بمجال الهندسة والهندسة الطبية. كملت أبحاثي بالولايات المتحدة وعندي عدد من المقالات المنشورة في الانترناشونال جورنالز. الأبحاث تركزت على تحليل التخطيط القلبي واكتشاف العوارض اللي بتدل على أن الشخص ممكن يتعرض لجلطة قلبية أو ممكن يتوفى. جبنا هالتكنولوجيا وطورناها كمان بالمنطقة العربية بالتعاون مع أهم شركات الأبحاث أو مؤسسات الأبحاث والمستشفيات، من بيناتهم قطر فاونديشن أو مؤسسة قطر. المؤسسة ساعدتنا كمان شوي لحتى نبني بروتوتايب ونعمل تيستينج أو نجرب هالأجهزة بالكلينيكال سيتينج. سو الدعم الأساسي اللي أخذتوه هو من هيدي المؤسسة؟ الدعم كان من هيدي المؤسسة بشكل عام. احنا كمان ما فينا ننسى انه في عدد من المبادرات شاركنا فيها وعدد من المسابقات قدرنا نحصل من خلالها على فاندز. في كثير من الجهات بالانتربرينورشيب ايكو سيستم، من بيناتها لبيات بطرابلس او البزنس انكيوبيشن اسوشيشن بطرابلس، قدمت لنا دعم لوجستي واعطونا اوفيسز لحتى نكمل اشغالنا. مسابقه موريس فاضل لافضل خطه عمل كمان اعطتنا اكسبوجر واعطتنا نتوركينج بلبنان. في قطر كمان كانت قطر فاونديشن هي الداعم الرئيسي لنا بتطوير هالتكنولوجيا. وشو كانت أهم التحديات اللي واجهتها لليوم؟ التحديات الموجودة بالمنطقة تحديدا هي تحديات نابعة من صعوبة الوصول للموارد المالية، خاصة بمجال الانوفيشن أو بمجال الإبداع التكنولوجي، لأنه مثل ما بنعرف للأسف منطقتنا متأخرة شوي عن باقي العالم من ناحية التقدم التكنولوجي والإبداعات التكنولوجية. وهلأ في بعض المبادرات لتشجيع هالشيء، بس يبدو أن منا كافية لحد هلأ لحتى نقدر نطور. اللي عم يصير أنه وقت نتحدث إلى مستثمر أو إلى شخص مهتم بالتكنولوجيا، ما بيكون عنده المعرفة الكافية أو القدرة على أنه يقيم أو يعمل due diligence تبعه بالأسواق المحلية بالمنطقة، لأنه ما في اكزامبل سابق او ما في تكنولوجيا او شركه تقنيه مشابهه تم وضعها واختبارها. وهذا هو التحدي اللي اي عمل ابداعي بيواجهه، لانه الابداع يعني انه لاول مره، وكل شيء اول مره لازم يكون بحيطه بعض الريسك، وبنفس الوقت بتكون الريتيرنز تبعونه عاليه جدا. ف
فاكسس تو فاندز او الوصول الى مصادر الاموال كان من الاشياء التحديات الاساسيه اللي واجهناها. وقتها أخذت قرار إنه تبلش شركتك الخاصة أو مشروعك الخاص، كيف تغيرت طريقة تفكيرك، تصرفك اليومي، عاداتك؟ هلا هيدي هي من اول شركه باسسها. انا شاركت بتاسيس شركه طبيه بتقنيه عاليه من قبل بالولايات المتحده. رياده الاعمال كفكر بشكل عام انا بعتقد انها بتولد مع الشخص وبتتغذى مع الوقت. بعتقد من قبل ايام الجامعه حتى كان عندي هالتندنسي او توجه لرياده الاعمال. مع الوقت وكل ما مرق الزمن وشفت قد ايه الواحد ممكن انه يكون فعال بمجتمعه وممكن انه يساهم بتطوير تكنولوجيا معينه او خلق فرص عمل لإله ولغيره، حتى صرت امن اكثر واكثر برياده الاعمال. ومع الوقت صار تفكيري وذهني وتركيزي اكثر واكثر على انه الواحد عنده القدرة أنه يخلق فرص عمل مقابل أنه بس يحتل وظيفة معينة ويفوت بالروتين أو بنوع من الستالينج مثل ما بيسموه، اللي ما بيتطور معه ذهنيا وفكريا ومن ناحية القدرات. شو النصائح اللي بتوجهها لرائد أعمال شاب اليوم اللي بده يخترع شيء بشكل شيء مختلف بالمجتمع؟ يعني أنا كان عندي حالفني الحظ إني التقى بعدد كبير من الشباب بالمنطقة العربية تحديداً اللي عندهم طموحات كبيرة وعندهم آمال كبيرة، بس أحياناً بسمع منهم أشياء بتفزعني، بيقولوا لي إذا ما عملوها بالغرب يعني إحنا ما فينا نعملها، وإذا ما عملوها باليابان أو بألمانيا أو بأمريكا يعني إحنا ما فينا نعملها. هذا الشيء غلط على ما أعتقد. على طول إحنا فينا نلاقي النيش أو السوق اللي بيحتاج لأفكارنا، على طول فينا نكون مبدعين بشكل كبير. كمان بسمع ببعض الأحيان إنه هالشيء في جوجل أو في فيسبوك أو في الشركات الكبيرة جي إي غيرهم يعملوه، فإحنا ما بدنا نغامر فيه. وهالشيء كمان برأيي هو غلط وبشكل خطر على مبدأ الإبداع. دائما الشركات الصغيرة فيها تبدع وفيها فيكون عندها من الإبداع ما يمكنها إنها تحصل على أسواق معينة وتسيطر عليها وتنتعش وتكبر بهالأسواق. فبقول لهم إنه آمنوا بقدراتكم، يكون عندكم الإبداع من بالتكنولوجيا بالبزنس موديل، بطريقة التسويق، بطريقة الدخول إلى الأسواق، وما يكون عندهم خوف. وثينك بيج مثل ما بيقولوا، ما ضروري نركز على أسواق معينة، العالم كله مفتوح لنا. وفينا نقدر هلا اليوم مع الجلوبالايزيشن، مع العولمه ومع التطور التكنولوجي اللي عم يصير، فينا نوصل لاي سوق وين ما كان بالعالم، بس بدك تحط الخطه المناسبه والواقعيه اللي بتساعد على الوصول لهالاسواق. حلو. زياد سنكري من شركه للتشخيصات القلبيه كارديو دياجنوستكس، شكرا لانك تحدثت مع ومضة، بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا لكم، شكرا لكم.